اهلا بحضراتكم من جديد. عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح سريعا لمقر اقامه النادي الاهلي القريب جدا من استاد القاهره الدولي مع زميلنا العزيز ادهم ندى مراسل قناه الاهلي. ادهم مساء الخير عليك، قول لنا كل الجديد عندك واستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه اليوم، اتفضل. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل الساده المشاهدين مشاهدي قناه داخل فندق إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. ننقل لكم كواليس ما قبل مباراة فريق النادي الأهلي ونادي طنطا في الجولة 18 من الدوري العام المصري الممتاز، حيث يسعى النادي الأهلي لمواصلة عزف اللحن المنفرد على صدارة الدوري العام وسط أوركسترا فرق الدوري الممتاز. مجموعة من المشاهد الرئيسية يا أمير النهاردة، المشهد الأول هو المحاضرة الفنية التي ألقاها المدير الفني ريني فايلر على لاعبي النادي الأهلي، أكد فيها على ضرورة الالتزام، الانضباط، عدم الاستهانة بالمنافسين، إضافة إلى لاعب النادي الأهلي مسؤولين مسؤولية كبيرة تجاه جماهيرهم في مواصلة الأداء المميز، الأداء الجميل، الأداء الرائع في المباريات السابقة للدوري العام. المشهد الثاني، حابب أطمن جماهير النادي الأهلي على حالة لاعبنا محمود وحيد وحسين الشحات، جاهزية بدنية وفنية عالية بإذن الله، إن شاء الله يتألقوا في المباراة بجانب نجوم النادي الأهلي ويؤدوا أداء أكثر من رائع. الحقيقة المشهد الثالث، جمعني اللقاء مع مجموعة من جماهير النادي الأهلي من جنسيات مختلفة الحقيقة يا أمير، سواء مصريين أو عرب، أكدوا حبهم ودعمهم ومؤازرتهم للنادي الأهلي، وهو ده اللي احنا عاهدناه من جماهير النادي الأهلي. المشهد الرابع، الحقيقة زيارة رمضان صبحي نجم نجوم النادي الأهلي. هو طبعا رمضان مصاب، ولكن كان حريص جدا على انه يؤازر لاعبي النادي الاهلي. النادي الاهلي في الفتره دي مقبل على مباريات هامه، محتاج كل لاعبته سواء الاساسيين او المصابين ان هم يكونوا كتله واحده وايد واحده من اجل هدف واحد، هو الانتصار ومواصله واستمرار مسيره الانتصارات. بعد دقائق قليله ان شاء الله هيتجه لاعبي النادي الاهلي لاستقلال حافله النادي الاهلي، ومن ثم الاتجاه الى استاد القاهره الدولي لاداء المباراه المرتقبه ما بين النادي الاهلي ونادي طنطا. اكيد هيكون لينا لقاءات مستمرة من استاد القاهرة الدولي للكشف عن تشكيل الفريقين، فريق نادينا الحبيب النادي الأهلي وفريق نادي طنطا، وعقب المباراة إن شاء الله هيكون نبارك ونهني للنادي الأهلي جهاز فني ولاعبين ولقاءات حصرية للنادي الأهلي بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا من أخبار وكواليس وحصريات لكواليس ما قبل مباراة فريق النادي الأهلي ونادي طنطا. عودة مرة أخرى للاستوديو، لك الكلمة زميل العزيز أمير هشام. بشكرك أدهم، شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق دايما إن شاء الله. الرجل قال لنا في الحقيقة كل الأخبار اللي بتتعلق بالفريق وكواليس ما قبل مباراة اليوم مع طنطا في الأسبوع 13 في بطولة الدوري الممتاز، وإن شاء الله الأهلي يكون موفق.